عموما وعلى كل حال عند اللجنة خط النهائي، والكلمة إلى زميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون، متواصلين مع حضراتكم في هذا الانطلاق، منطلقين مع أشواطنا في الفترة الصباحية مع هذا التحدي المثير لوجود الأسماء في هذا الشوط، الشوط الثامن اللي يضم أسماء جديدة وأسماء مميزة. خاص بالقعدان هذا الشوط، انطلق مع المركز الأول، أشوف الصايم على المركز الأول محمد بن طالب بن محمد آل فهيده المري مع المركز الأول، ونشوان يحتل المركز الثاني، علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز في المركز الثاني. ثالث المراكز ينطلق شمردل محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري، والمركز الرابع الشارد من الجانب الآخر راشد بن محمد بن جابر بن عبد الله المنهالي، والمركز الخامس يتدخل في هذه اللحظة منطلقا ومندفعا إلى المركز الثالث. هذا شوف اللي عبر شعار من حبيبة من واقع الشعار، نعم هذا هو شاهين عبد الله بن راشد بن سالم آل حبيبة المري. والمركز الرابع ينطلق مولع عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي، وخامسا المركز الخامس شعار بن قحيز على المركز الخامس بوجود وانطلاق نشوان علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري. هذه المراكز اخواني المتابعين، مراكزنا الخمسة الأولى اللي مصرح لنا بإعلانها، خلاص اليوم هو يوم الحقائق، اليوم الأشواط، اليوم الفترة الصباحية عندنا 30 شوط والمسائية عندنا 20 شوط، يعني يا أهل الحقائق يا أهل الحقائق، اليوم أشواط الحقائق الخمسين شوط اللي رصدت من اللجنة المنظمة، وهذه المكارم من سمو سيدي أمير البلاد المفدى لهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في ميدان الشحانية ينعكس انعكاس إيجابي على أبناء الخليج ولقائهم في ميدان الشحانية. يا سلام، نرحب بكل الحاضرين، كل الحاضرين عندنا في ميدان الشحانية نرحب بهم أجمل ترحيب. الله، المركز الأول، المركز الأول، هذا هو الصايم، الصايم الصايم محمد بن طالب بن محمد آل فهيده المري مع المركز الأول. المركز الثاني مبدع عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري، انطلق انطلق انطلق، أعتقد بأن خطير هذا الاسم، خطير صاحب إنجازات، أنا علقت عليه هذا القعود. المركز الثالث مشاكل على المركز الثالث ركان بن محمد بن سعيد العمري، ورابعا من السلطنة هذا. والمركز الرابع الدالوب فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة. والمركز الخامس هذا عند بن قحيز، عند بن قحيز المركز الخامس نشوان علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري، ولكن عودة إلى من يستلم المقدمة وينطلق بالمركز الأول. يا سلام، الأقرب للناموس إن لم يكن لمالكي مالكي مشاكل رأي آخر، إن لم يكن لمالك مشاكل رأي آخر، العمري، العمري اللي يحتل المركز الثاني. وأعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، هنا الصدارة والمركز الأول الصايم محمد بن طالب بن محمد آل فهيده المري، أحد ضيوفنا من السعودية، من السعودية من ميدان السيح، ينطلق بالمركز الأول معلنا حضوره وانطلاقه وفوزه بالمركز الأول. تهانينا تهانينا تهانينا، وإنه يستحق الناموس الصايم. يا سلام، محمد بن طالب بن محمد آل فهيده المري، تهانينا والناموس فوز الصايم بالمركز الأول. مشاكل أو مشاكل ركام بن محمد بن سعيد العمري احتل المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مبدع عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن أو الغفراني المري. المركز الرابع الدالوب فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيده المري. المركز الخامس، المركز الخامس عدنان عبد الإله بن دخيل الله بن سلام الفائد الجهني. إذا هذه الأسماء إخواني المتابعين، المراكز اللي فازت معنا في الخمسة
المصرح لنا بإعلانها كمعلقين طبعا، ولكن الجوائز حتى رقم 10 حتى المركز العاشر لهم جوائز قيمة رصدت لكل الأشواط في الفترة الصباحية والمسائية ويوم الغد حتى يوم الخميس. إن شاء الله لهم جوائز قيمة من اللجنة حتى المركز العاشر. تهانينا والناموس مالك الصايم من فاز بهذا الشوط. التوقيت اللي سجل مع الصايم صاحب المركز الأول بشعار ألف هيدا 4 دقائق و31 ثانية و45 جزء من الثانية. هذا التوقيت للصايم صاحب المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني هذا شعار العمري مع مشاكل ركان بن محمد بن سعيد العمري 4:34 ثانية 43 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث أربع دقائق 35 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مبدع عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. تهانينا والناموس على